كاميرا كاشي هذيك خويا، كاميرا كاشي تاعك مخدوعة 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 مخدوعة. هذا بدل بضوان اني وطع لازم نروح. علاه عندك صوالح؟ روتوفيزور تاعي كسر هو لازم نروح ميكانيسيان نخدمو الساعة. نبداو. بعدنا عسل الفنكوش وصل. اخو بيك العيون دي ما يجمع. في هذا الفيديو راح نحكي علاش الكاميرا كاش الوعرة مخدومة يعني مفبركة، ونحكي أيضا على الفيديو تاع منصوتيش والاتهامات اللي توجهت لديزا جوكر باللي ساق الفكرة تاع الفيديو، وعلاش هذه الاتهامات ما عندها حتى أساس في مجال النقد السينمائي ولا النقد التلفزيوني. نبدأ بالكاميرا كاش الوعرة. من اللي بدأ رمضان والناس يعني تشكك في المصداقية تاعها، تقول باللي مفبركة، كل واحد كيفاش بنى الفكرة تاعو هذه. كاين اللي بناها على أساس أنه ديزا جوكر معروف، وبالتالي الضيوف لما يشوفوه يتعرفوا عليه. بدأت الأمور تمشي شوية، بعد بدأوا الناس يحلوا مضمون هذه الكاميرا كاشي من زاوية تقنية، واكتشفوا فيها بعض الأخطاء اللي تثبت بشكل قاطع أنه كاميرا كاشي مخدومة. هذه أخطاء تتسمى أخطاء في تتابع المشاهد، ولا يعني ديفو راكور، هكا نقولوا لها في الصناعة ديفو راكور. راحين نوضحوا هذو مش هي معناتها ديفو راكور، والخدمة تاع شكون اللي هو مسؤول على هذه الأمور. الاتهامات اللي توجهت لديزا جوكر في الحقيقة احنا كنا متأكدين منها، بناء على أنه معلومات تفيد وتؤكد أنه هذه الكاميرا كاشي مخدومة. ما قدرناش نعلنوا هذا الامر، لانه مش من اخلاق المهنه انه تفشي سر تاع عمل، خاصه انه هذا العمل يعني الفبركه راهي متعمده، بمعنى انه في نهايه الشهر راحين يقولوا باللي الكاميرا كاشي هذو خدموها وكانوا متفقين مع الضيوف، يعني مش بهدف خداع المشاهد منذ الاساس منذ البدايه يعني، لكن كانت حابين يدخلوا المشاهد في جو تاع شك هل هذه الكاميرا كاشي مخدومة ولا لا، ويشكوا بشكل عام في الكاميرا كاشي في الجزائر، يعني كاميرا خفية عادة تكون مخدومة بالاتفاق مع الضيوف. احنا ما حبيناش نكشفوا هذا الامر، لكن الان بما انه في ولو فيها ديزاتو تكنيك اللي مش راحين نعاودوا نقولوا لهم بزاف، بناء على انه الناس حكت عليهم وسبقونا في هذا الموضوع وحنا ما ركزناش معها كثير، راحين نخلوكم روابط للفيديوهات اللي تناولت هذا الموضوع، وراح نجوزوكم منها مقاطع بسيطة، وبعد نحكيو على مهنة السكريبت. السكريبت اللي هو مسؤول على انه يضمن انه التتابع تاع المشاهد يكون منطقي وصحيح وما فيه حتى غلط. ايماجينير اي ايش مسو؟ شو 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 هنا يا ليك؟ كاين مرا هنا هنا راكو تشوفوا الكاسك في يديه والكوبيت في هاد لابوزيسيون، دوك نشوف في نفس الوقت لو بلون اللي موراه وين راهو. اوب لو كاسك راهو معلق والبيبيت راهو داير. شوفوا الان في هذه اللقطه، شوفوا مليح راهو نازل في الطرد، يعني نازل في الدروت، شوفوا مليح كيف راهو نازل، وشوفوا اللقطه اللي بعدها تماما مازال ما نزلش كامل. نزيدوا نشوفوا الجنيه، شوفوا الجنيه الان في هذه اللقطه يدها في الباب في البريمير سان، وشوفوا في اللقطه الثانيه خارجه مباشره من الباب، يعني لا علاقه تماما. كما نرى في الدقيقة 53 وفي الساعة زادت أكثر من 15 دقيقة أيضا أصدقائي، الخطأ ما زال يتكرر، وكما نرى في الصورة الرابعة الساعة أصبحت 7:45 وقد مر من الفيديو إلا 4 دقائق إضافية، وفي آخر الفيديو زادت الساعة ب 15 دقيقة أخرى. لنرجع قليلا إلى الوراء، في كامل الفيديو يد التحكم لم تكن موجودة على الطاولة، ولكن في الدقيقة 28 كاش حتى حاجة أزعجتني في الكاميرا كاشي تاع الوعرة، لأنه أنا أصلا ما كنتش حاب نشوفها وما حبش نشوف بزاف لي كاميرا كاشي، فقط ازعجني انه ما كاش كاين سكريبت في عمل ميزانيته، وهم يقولوا باللي 9 بلاير. السكريبت هو مسؤول على انه الشيء اللي شفتوه والشيء اللي اكتشفتوه واللي تفضح يعني من خلال المشاهدين بانه الكاميرا كاشي هذه مفبركه، كان رايح يعني يغطي هذه الامور وراح يخلي الناس ما تقدرش تجزم بشكل كبير اذا هذا الكاميرا كاشي مفبركه ولا لا.
واش هو عمل سكريبت؟ سكريبت هو مسؤول عن كل التفاصيل المتعلقة بتتابع المشاهد، يعني إذا كان مشهد يعاد تصويره أكثر من مرة يحرص على أن الممثلين يكونوا في نفس الهيئة، نفس اللباس، نفس حلاقة الشعر. إذا كانت أشياء تكون في الخلفية حركة هذه الأشياء تكون بنفس الطريقة. السكريبت كما شفتوا أنتم غيابه فضح الكاميرا كاشين، أنه بعض الأشياء تغيرت الأماكن تاعها. هذا الأمر لو كان كاين سكريبت يعني في العملية ما كانش راح يسمح بحدوثه. الحركة تاع الممثلين في بعض الأحيان كانت تبان أنه ماشي متزامنة بشكل جيد. هذا الشيء يحدث لما يكون كاين تقطيع مونتاج للمشاهد، لأنه كاميرا كاشي الفرق بينها وبين التصوير العادي أنه تكون مصورة على الطبيعة، يعني ما فيهاش مونتاج وإعادة تصوير، على ذلك يكون التصوير تاعها متناسق من البداية إلى النهاية. لكن لما يكون فيها فبركة وإعادة تمثيل لازم يحرصوا على أنه التصوير يكون بنفس الطريقة، الأشياء تكون في نفس الأماكن تاعها هكا باش ما يحدثش خلل في المشاهد. الآن عمل سكريبت أصبح شوية أسهل من الماضي، لأنه أصبحت الكاميرات الرقمية متوفرة، وبالتالي لما يكون المخرج يصور في المشاهد تاعو سكريبت يلتقط الصور للمشاهد للممثلين، حتى يعني إذا فيها لباس معين مثلا تقليدي أو شاش ربطة معينة أو كذا يصورها قبل المشهد هكا باش يحفظ يعني الشكل اللي بدأ به التصوير وما يحسش المشاهد انه الامور تغيرت في وسط المشهد. وعمل سكريبت يكون اصعب في بعض الاحيان. انا مثلا شخصيا اشتغلت في زوج افلام. الفيلم الوثائقي الاول اللي اشتغلت فيه كان عندنا طفل صغير يعني عمره 13 سنه، كان لازم انه يبقى بنفس تسريحه الشعر لانه نحتاجوه بعد 15 يوم نعاودوا نصوروا معاه. لما جينا نعاودوا نصوروا معاه صبناه حفف شعره، وهذا مشكل كان لازم نحلوه، فاضطرينا انه نعاودوا بالمكياج نعاودوا نصنعوا له نفس حلاقه الشعر اللي صورنا بها المشهد الاول، والا راح يلاحظ المشاهد انه شكل شعره تغير من المشهد الاول للمشهد الثاني. ثاني فيلم اشتغلت فيه كان العمل اصعب، واضطرينا نجيبوا سكريبت من فرنسا. هذا السكريبت علاش عملها كان اصعب؟ لانه الفيلم توقف فتره، توقف الانتاج تاعو فترة وعاودنا بدينا فيه. فلما بدينا في هذا الفيلم بعض الممثلين اشكالهم تغيرت، كاين اللي حتى وزنه زاد، كاين اللي شكله تغير، كاين اللي راح يمثل في فيلم اخر، وبالتالي كان مضطر انه يغيروا له مثلا تسريحة الشعر او يعني اشياء كثيرة. فهذه الامور كانت صعب انه نعاودوا نضبطوا نفس الشكل، نفس المشاهد، نفس الديكورات على حساب يعني فترة التصوير الأولى. كاين مثال أخير راح نعطيه لكم على هذا الموضوع، اللي هو بيبليستي تاع أوليدو اللي شاركت فيها. راكم تشوفوا أنه هنا السيارة كانت متسخة ثم أصبحت نظيفة. ما غسلناش السيارة، كانوا كاين سيارتين من نفس الماركة، واحدة نظيفة واحدة مسخة. لما أنا نزلت للأرض غيروها بسرعة، أنا بقيت نازل يعني محافظ على الوضعية نفسها، وما غيروها وحطوها بنفس الطريقة. يعني كنا محافظين حاطين يعني إشارات على الأرض لازم نصفوا السيارة بنفس الطريقة باش ما يحدثش يعني ديكاراج. كان هذا شرح العمل سكريبت. نتمنى أنه فدناكم في هذا الموضوع، عطيناكم معلومات على واحدة من مهن العمل السينمائي ولا التلفزيوني. النتيجة أنه الكاميرا كاشي تاع الواعرة مخدومة. احنا ما كناش حابين نحكيوا على هذا الموضوع، لكن مادام اتفضح على الجانب التقني قررنا أنه نحكيوا عليه. تبقى معنا حين نحكيوا الآن على الفيديو تاع منصوتيش. الفيديو تاع منصوتيش اللي عملها ديزا جوكر حققت ملايين المشاهدات وأصبحت يعني تقريبا ظاهرة. اكتشفنا انه فيه مقال تكتب عليها من طرف الزميل سليم اغار اللي هو ناقد سينمائي، قال انه الفيديو هذه مسروقة من فيديوهات اجنبية. احنا مش راح نطولوا في الموضوع هذا كثير، انه هذا النقد مع احترامنا للزميل سليم اغار ما عنده حتى اساس يعني على المستوى الفني، لانه هناك فرق يعني بين البلاجيا والجانرا او الجور تاع الفيديو، يعني نوعية الفيديو او نمط الفيديو او النوع الفني اللي ينتمي له الفيديو. في السينما عندنا بزاف موفي جانرز، يعني عندنا مثلا افلام الرعب، افلام الرومانسية، افلام الاكشن، افلام المغامرات،
بزاف نوعية تاع أفلام. لما تقول مثلا انه ما نصوتيش مسروق على فيديو اجنبي وتحط على اساس انه نفس ستايل التصوير يعني كانك قلت مثلا انه روميو وجولييت مسروق مثلا على تايتانيك، هذا الامر نقديا ما يجوزش لانه فيديو ما نصوتيش منتمي لفئه فيديوهات ربما تشابه للموتيفيشنال فيديوز، لكن تبقى دائما عندها الخصائص تاعها وعندها الكونتيني تاعها المحتوى، يعني المحتوى تاعها مختلف على فيديوهات اخرى. لو كان المحتوى هو نفسه يعني طريقه التصوير زوايا التصوير الكلام المستخدم في الفيديو هو نفسه ماخوذ من فيديو اخرى، هنا نتحدث عن بلاجيا. لما يكون في نفس النوعية الفنية للفيديو هنا ما تسمىش بلاجيا، وإلا تكون أفلام كلها منسوخة على بعض، لأنه عندنا عدد محدود من النوعيات الفنية وبالذات أعمال تندرج تحت نفس النوعية الفنية، وبالتالي حديث عن أنه فيديو منصوتيش هو فيديو مسروق يعني من فيديوهات أخرى هو حديث ما عنده حتى أساس نقدي للأسف يعني. نتمنى أن نكونوا فدناكم في هذا الفيديو. حكينا على أمر سلبي في عمل ديزا جوكر اللي هي غياب سكريبت في عمل كاميرا كاشي الواعرة، وأمر إيجابي لأنه فيديو ما نصوتيش هي فيديو أوريجينال يعني مش بلاجيا، إلى غاية إشعار آخر يعني إحنا ما عندنا دليل حتى الآن أنه هذا الفيديو بلاجيا، بالتالي لحد الآن نعتبروها فيديو أصلي. شاركونا آراءكم في التعليقات، إذا عندكم أي أشياء تحبوا نحكيوا عليها خلوها لنا في التعليقات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.